راقصة في فيلم، فاستغربت يعني انت فنان وما كنتش لابسه حاجه مفتوحه يعني، بالعكس انا كنت يعني موضوع ما فيهوش اي حاجه يعني، ومع ذلك زعل، لا ما حبكيش تعملي دور زي ده. استغربت لان هنا الاب اللي غلب على الفنان. فلا فريد شوقي انا لغايه دلوقتي ما فيش بلاتو بخشه، ما فيش مكان ما بخشوش، ما فيش حكاوي عن فريد شوقي وعن خفه دمه. يعني استاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه ده يعني حبيب عيله فريد شوقي كلها، لانه الحب بينهم كان فظيع. واحنا بنعمل مسرحيه الملك لير في البروفات، هو ملوش دعوه بالملك لير وملوش هو بيناديني تعالي يا بنت الملك تعالي احكي لك، ويقعد يحكي لي ونضحك ونهزر. فلا طبعا يعني فريد شوقي الكلام فعلا عنه لا ينتهي. كله معنا؟